الدوائر المتعددة والانتخاب على أساس فردي مو قانون مجهول الهوية، بالعكس كثير من دول العالم طبقت هذا القانون ونجح فيها نجاح كبير. أنت من تسوي قانون انتخابي بأي دولة، شنو المطلوب من هذا القانون الانتخابي؟ أول شيء يتناغم مع المشكلات الموجودة في المجتمع، يحل هذه المشكلات ويوصل نسبة التمثيل إلى مستويات عالية. لأن احنا نعاني خلال السنوات السابقة من مشكلتين أساسية، المشكلة الأساسية الأولى هي التأثير الأجنبي في الانتخابات العراقية. يعني من كانت الدائرة المحافظة دائرة واحدة والمساحة شاسعة، إمكانية المنافسة للمستقلين معدومة، لأن هذا يحتاج لأموال طائلة. يعني أحد المرشحين في الانتخابات السابقة لوحده في بغداد صرف 50 مليون دولار. تعرف مثلا مدن كبيرة مثل أنبار ثلث مساحة العراق، الموصل مدينة بها 2.5 مليون، البصرة مدينة بها 2.5 مليون، بغداد 7 مليون، مساحات شاسعة، إمكانيات التنافس محدودة فقط لجهتين، يعني اللي تمتلك أموال أصلا مسروقة من الدولة وهذا هو الفساد بعينه، واللي تستلم أموال من الخارج وكثير من القوى السياسية لم يكن أغلبها متورطة بالأمرين. إذا المستقلين وين يروحون جميل، بهالإمكانية؟ عندهم راح كان ارجع خيارين، لجنابك، هاي الخيار مهمه الأول دكتور، يدخلون بس خلي اخذ اجابات مشتركه وارجع لجنابك. انت مع الدوائر المتعدده والترشيح الفردي، بس انطيني اياها حتى انتقل. بلا شك.